وعبد الله يؤكدان أن حل الدولتين من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها. ميسي يطلق حملة للترويج للسياحة العلاجية في مصر. القوات العراقية على مشارف مطار الموصل تمهيدا لاتخاذه قاعدة عمليات ضد داعش. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها. تأكيدات الرئيس جاءت خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للقاهرة والتي استمرت عدة ساعات. وبحث الجانبان سبل التنسيق لكسر الجمود القائم في عملية السلام باعتبارها ركيزة أساسية في جهود مكافحة الإرهاب. كما اتفق الجانبان على استمرار اللجان العليا المشتركة ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها مؤخرا. حملة عالم خال من فيروس سي أقيم بفندق ميناء هاوس حفلا كبير بمناسبة زيارة أسطورة الكرة العالمية ميسي لمصر. زيارة النجم الأرجنتيني لاعب نادي برشلونة الأسباني تستهدف الترويج لحملة السياحة العلاجية تور أند كيور، وذلك للعلاج من فيروس سي، وذلك من أجل وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية والتي يشارك في دعمها العديد من النجوم ومشاهير العالم. 8 ساعات عانق فيها النجم الأرجنتيني ميسي الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات عانق التاريخ عندما لامس أحجار الأهرامات. وفي إطار حملة الترويج للسياحة العلاجية في مصر للقضاء على فيروس سي، أعرب النجم الأرجنتيني عن سعادته بوجوده في القاهرة مؤكدا أنها تتمتع بتاريخ كبير حاز على اهتمام جميع الدارسين للحضارات. سعداء جدا ان انت معانا النهارده في القاهره. ايه انطباعاتك عن زياره الهرم؟ طبعا كانت حاجه بالنسبه لي حاجه روعه ان انا قدرت ادخل، ان انا تكون موجود، قدرت اشوف العظمه البلد. اعتقد كانت لحظه بالنسبه لي كانت رائعه، ان حتى الناس اللي كانت موجوده معايا كلهم كانوا مفرحين. ايه اللي عجبك في الهرم؟ ايه ملاحظاتك عنه؟ كل حاجة، إن أنا أقدر حتى أكون أدخل جوه وأقدر ألمس الحجر وأشوف الدنيا من جوه، أشوف التاريخ، إن الناس اللي عاشت هنا وكانت موجودة هنا كانت لحظة بالنسبة لي أكثر من رائعة. قبل ما تيجي هنا كنت حاسس إنه ممكن يكون بالعظمة دي وبالجمال ده؟ أنا جيت قبل كده سنة 2007 مع فريق برشلونة وتعرفت عليها، لكن ما كانش عندي الفرصة إن أنا أدخل وأكون قريب جدا منها. أنا كنت عارف إنها عظيمة طبعا، لكن المرة دي لا، كانت عندي وقت أطول إن أنا أقدر أدخل. نتيجة الماتش ده كان كام كام؟ الريسولتاتو ديل بارتيدو. لا مش فاكر النتيجة بالظبط. طب هل كان عندك اي معلومات عن الهرم قبل كده؟ شفته في اي فيلم تسجيلي؟ تابعت قريت عنه حاجه؟ طبعا شفت في المدرسه حتى وانا صغير بدات درست بعض الحاجات عن الاهرامات وعظمه التاريخ وكده، لكن انا الافضل دلوقتي ان انا جيت شفتها حتى التاريخ العظيم بتاع الاهرامات، فطبعا قريت كتير عنها. طبعا انت ما لحقتش تتفرج على القاهره، بس ايه الملاحظه العامه اللي حسيت بيها من اول ما نزلت مصر؟
llegar a Egipto. ¿Cuál es lo que más te llamó la atención? Bueno, la verdad que no tuve la posibilidad de conocer mucho. أنا ما لحقتش خالص إن أنا إن كل حاجة كانت شكلها سريع جدا وأنا بتحرك. لكن مهم جدا أعتقد إنها بلد ليها تاريخ كبير. أنا أتمنى إن أعرفها بشكل أكبر. زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى القاهرة حظيت باهتمام دولي كبير، خاصة أنها تهدف إلى إنهاء معاناة الملايين الذين أصيبوا بفيروس سي. الرسالة كانت واضحة من النجم الأرجنتيني، وهي الترويج لما وصلت إليه الأيدي المصرية من دواء منخفض التكاليف للقضاء على قوائم انتظار العلاج. كسفير لعلاج فيروس سي، شايف انت وجودك كرجل مشهور ازاي انت بتفيد هذه الحملة الكبيرة؟ اتمنى اكون انا طبعا حاليا سفير نتعرف اكتر على المرض والخطورة بتاعته، والناس تعرف ان انها علاج، ان احنا ليه علاج، مرض ليه علاج. وانا فانا ملتزم جدا ان انا اساعد الناس كلهم اللي بيعانوا من المرض ده، وان انا احاول اساعدهم على قد ما اقدر. سعادتك قد ايه ان انت بتحس انه الانتظار هيتوقف؟ محدش هيستنى الدواء بتاعه. No hay más gente que van a esperar que el tratamiento. Ahora hay menos posibilidad para esperar. ¿Cuál es tu sentimiento cuando ayudas en algo así? Muy lindo, ¿no? El saber que طبعا انا احساس سعيد جدا بالنسبه لي، اكون عظيم جدا بالنسبه لي. الناس انا عارف الناس كتير جدا محتاجه العلاج ده، ان الطوابير هتتوقف مش تبقى بشكل طويل. فاتمنى ان انا على طول اكون موجود ومستمر في مساعده الناس دي كلها انها تقدر تاخد العلاج المناسب. قد ايه الرياضيين اللي بيتفرجوا عليك في مصر وفي العالم العربي لازم يفهموا ان في دور اجتماعي للرياضي ولاعب الكوره؟ Cualquier lugar en el mundo tiene un papel importante, un papel social, es muy importante también. Sí, creo que estamos en una posición donde podemos concienciar. أعتقد إحنا المكان بتاعنا المركز بتاعنا كلاعبين كرة إحنا لازم نساعد الناس كلها. يبقى عندنا الأدوات المناسبة إن إحنا نساعد بها الناس كلها بالذات المحتاجة. واللي احنا بنعمله دلوقتي بنحقق ده وبنخلي الناس تانية انها تبقى سعداء ونحاول نرسم على. انا فهمت انه مش بس ان انت بتروج للسياحة العلاجية ولكن ايضا انت بتقدر انك تساعد الناس اللي مريضة بالمرض ده في الارجنتين وفي بوليفيا ايضا. احنا بنحاول في كل حته في العالم ان احنا نساعد الناس كلها، ان في ناس كتير في العالم بتعاني من المرض، ان هو في ناس كتير بتعاني من المرض ده في كل العالم، واحنا بنحاول على قد ما نقدر احنا نساعدهم للناس اللي محتاجاها. رسم النجم الأرجنتيني البسمة على شفاه الآلاف من المرضى في العالم، وأسس منظمة ميسي الخيرية في عام 2007، كما اخترته منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة في عام 2010. Goes to Lionel Messi. دوما ما كان النجم الأرجنتيني الأشهر في عالم الساحرة المستديرة ليونيل ميسي حاضرا وبقوة في كافة ترشيحات اللاعب الأفضل على مستوى العالم، لكن الأروع هو حضوره في سباق من نوع آخر بين النجوم. إنه سباق النجومية في العمل الخيري والمواقف الإنسانية التي بقدر ما تلامس جراح المتألمين تغزو قلوب العاشقين لهذا النجم المتألق في سماء الرياضة الأشهر عالميا. ميسي لاعب فذ، وهو من أفضل اللاعبين بل الأفضل في تاريخ كرة القدم بعد مارادونا الذي لم أرى أفضل منه، لكن ميسي يمتاز بأنه جعل من كرة القدم لغزا، بحيث أضحى منافسوه من المدافعين يخافون منه ولا يتوقع ماذا سيفعل. أمل من كافة النجوم ككريستيانو وميسي ورونالدو القديم وهم لاعبون عظماء أن يتنافسوا خارج الملعب كما هو حالهم داخل الملعب وبنفس القوة في العمل الخيري، ولو أصبح الأمر كذلك ستكون هي أعظم مباراة لهم، لأن الرابح فيها سيكون الأكثر احتياجا. عديدة هي المواقف الإنسانية الراقية لهذا النجم المتواضع،
على غرار مساعدته للطفل فرانكو فاكوندا الذي كان يعاني من مشاكل خطيرة بالقلب، أو تحقيقه لأمنية الشاب ألفونسو غارثيا المصاب بأشد أنواع السرطان فتكاً، وكذلك المسن ميغيل حين تمنى كل منهما رؤية ميسي. مع الأخذ في الاعتبار أن ميسي خرج من وضع اجتماعي متواضع حيث وصل إلى إسبانيا في سن صغيرة وكان في حاجة إلى المساعدة، فإن هذا هو ما يحاول أن يفعله مع الآخرين، وهذا لا يفعله مجبرا بأي حال، رغم أن ما لهذا من أثر طيب على صورته أمام جمهوره، إنما أعتقد أنه يستشعر هذا الأمر، وبالنسبة للعديد من اللاعبين فإنه أمر يشعرهم بالسعادة. أراد ميسي أن يكون عمله الخيري عملا مؤسساتيا من خلال دعمه لمشروعات إنسانية في مختلف مناطق العالم، فقد زار العاصمة السنغالية داكار للمساهمة في مكافحة مرض الملاريا، كما تكفل بعلاج ما يقارب 1000 مصاب سوري، فضلا عن تبرعاته للجمعيات الخيرية في دول أمريكا اللاتينية. ثم جاء تأسيسه لجمعية ميسي الخيرية عام 2007 تتويجاً لهذا النشاط الخيري الذي آل على نفسه أن يخصص له جزءاً مهماً من وقته ودخله. تلك المؤسسة التي ركزت جهودها في مجالات ثلاثة: التعليم والصحة والرياضة، والتي من خلالها تم تشييد عدد من المشروعات الصحية والتعليمية والرياضية التي من خلالها تسعى المؤسسة إلى انتشال الأطفال والمراهقين من الوقوع بين براثن المرض والجهل والتشتت الاجتماعي. باعتقادي أن ما يقوم به ميسي من خلال مؤسستي الخيرية انطلاقا من كونه قد وصل إلى قمة المجد، وباعتباره نموذج لناس كثيرين، له تأكيد على ارتباطه الحبيب بماضيه والمكان الذي نشأ فيه والناس الذين لا يزالون بحاجة إلى المساعدة. لم يكن العالم العربي والإسلامي غائبا عن النشاط الخيري لمؤسسة ميسي، سواء من خلال مباراة كرة القدم الخيرية عام 2012 التي خصص جزءا من دخلها لصالح اللاجئين السوريين، أو من خلال حملات التطعيم وتوفير الرعاية الصحية للأطفال في مخيمات اللاجئين بلبنان والأردن. وها هو النجم الأشهر يساهم في حملة لعلاج فيروس سي بمصر. بقدر ما تمنح الجماهير حبها ودعمها وتقديرها لنجوم كرة القدم، بقدر ما تنتظر منهم أن يبادلوهم حبا بحب من خلال دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي ينبغي أن يكون دورهم فيها فاعلا ومبدعا بنفس الصورة التي كانت عليها إبداعاتهم في الملعب. وها هو ميسي ورفاقه من النجوم الساطعة يقدمون درسا للنجوم الصاعدة. حسين منصور لقناة أون تي في، مدريد، إسبانيا. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى هذا الفصل القصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. وإلى العراق، تسعى القوات العراقية المشتركة إلى السيطرة على مطار الموصل ليكون قاعدة انطلاق لعملياتها في المناطق التي لا يزال يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي. يأتي هذا فيما تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية متفاقمة. بعد سكون استمر لبضعة أسابيع جاءت العاصفة لتشهد مدينة الموصل المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في العراق موجة جديدة من العمليات العسكرية وسط مخاوف من أزمة إنسانية متجددة. القوات العراقية المشتركة التي تشن عملياتها حاليا في الجانب الغربي من الموصل لم تغير من تكتيكاتها السابقة والتي اعتمدتها في الجانب الشرقي، فكما كانت نقطة الانطلاق في المعركة الأولى من قاعدة الجيار الجوية، يبدو أن مطار الموصل سيكون رأس الحربة في معارك الساحل الأيمن. ولهذا الغرض سيطرت القوات العراقية على نحو 17 قرية، منها مرتفعات البوسيف التي تبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن المطار. اليوم قطعاتنا وصلت إلى جنوب منطقة البوسيف وأخذت الحافة الأمامية لمنطقة الجنوب، وإن شاء الله بالساعات القادمة سوف يتم اليوم تطهير منطقة البوسيف بالكامل. هذا طبعا منطقة مهمة حيوية واستراتيجية بنفس الوقت لأنه تقع على هضبة مرتفعة. ورغم تراجع تنظيم داعش الإرهابي أمام تقدم القوات العراقية، إلا أن العبوات الناسفة والألغام التي تملأ شوارع الموصل لا تزال تشكل عقبة
قد تؤدي إلى تأخير الحسمة. الكثير من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والانتحاريين وأكثر من 25 قتيل هذا اليوم موجودين في أرض المعركة، وإن شاء الله نحن مسيطرين على يمين ويسار الشارع لتصدي أي شيء من العدو. ومع تواصل العمليات العسكرية حذرت الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة مع نقص في الماء والغذاء والوقود بمناطق الجانب الأيمن للموصل. الحكومة العراقية تعمل على نقل السكان من الغرب إلى الشرق، وسندعم إنشاء مخيم جديد للاجئين في منطقة حمام العليل يتسع لستين ألف شخص، ولكن الأوضاع في غرب الموصل خطيرة خاصة مع نقص الماء والغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية للسكان هناك. معارك شرسة تخوضها القوات العراقية في الموصل، خاصة وأن تنظيم داعش الإرهابي عمل على تحصين مواقع بالمفخخات والانتحاريين وغير ذلك من أدوات القتل، في حين يقف العراق على أعتاب مرحلة جديدة للعبور من الحرب إلى الاستقرار. أفاد مسؤول في الاستخبارات الأمريكية أن نحو 2000 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي لا يزالون موجودين في غرب مدينة الموصل، وكان التحالف الدولي قد قدر عدد المسلحين الموجودين في الموصل بما بين 5 إلى 7 آلاف، وذلك قبل بدء العملية العسكرية لاستعادة المدينة في 17 أكتوبر الماضي. وأشار التحالف إلى أن الحملة العسكرية على مدينة الموصل والتي مضى عليها 4 أشهر أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف تنظيم داعش الإرهابي. أما في سوريا، قالت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة بتجميد القوات أو بتجميد مساعدات عسكرية كانت نسقتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA لمقاتل المعارضة شمال غربي سوريا. وقال مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم شنته جماعات متطرفة على فصائل المعارضة، لكن عددا من المسؤولين أكدوا أن الهدف الرئيس من تجميد شحنات السلاح هو الحيلولة دون سقوطه في أيدي المتشددين. دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الأسباني ماريونو راخوي ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني لعقد قمة مشتركة في مدينة فرساي الفرنسية، وذلك في 6 مارس المقبل، وذلك للإعداد لإصلاحات الاتحاد الأوروبي بمناسبة الذكرى 60 لمعاهدة روما. وتأمل باريس أن يتفق القادة خلال القمة المرتقبة على مواقف مشتركة فيما يتعلق بقضايا أوروبية محورية مثل سياسة اللجوء ومكافحة الإرهاب. أصدر المكتب الإعلامي لدار الفتوى اللبنانية بيانا توضيحيا حول مغادرة المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية ماري لوبان بعد رفضها ارتداء الحجاب، وشددت دار الفتوى على أن وضع غطاء الرأس إجراء متعارف عليه عند زيارة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وأشار البيان إلى أن رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليمينية رفضت الإجراء البروتوكولي، مع العلم أن المكتب الإعلامي كان قد أبلغ المرشحة الرئاسية عبر أحد مساعديها بضرورة غطاء الرأس، وأضاف المعنيون أن لوبان رفضت وخرجت دون إتمام اللقاء. تشهد مدينة أبو سنبل جنوبي محافظة أسوان صباحا ظاهرة تعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثاني، وتبدأ هذه الظاهرة في حوالي 6:22 وتستغرق ما يقرب من 20 دقيقة، وتتكرر في كل عام مرتين، الأولى في 22 فبراير والثانية في 22 أكتوبر، وتعتبر تلك الظاهرة من المعجزات الفلكية التي جسدت مدى التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون. عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحثت خلالها الجمعية وبمشاركة ممثلي البنك الأوروبي والبنك الأهلي وعدد آخر من رجال الأعمال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في إطار دعم الشباب ومحاولة إيجاد حلول للمعوقات التي تواجههم في إقامة مشروعاتهم الصغيرة،
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة لبحث التحديات التي تواجه الشباب في إقامة مشاريعهم. الحقيقة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت مهمة جدا للتنمية الاقتصادية والمجتمعية. فلو بصينا لبلد زي الصين أصبح الدخل القومي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيمثل 40% من الدخل القومي، وزادت في بعض البلاد عدت 50%، وشغلت ملايين من الشباب وأصبح دخلهم دخل مشرف. المشكلة اللي بنفتقدها في مصر الحقيقة بشكل كبير خاصة بالمشروعات الصغيرة هي ان انا يبقى عندي رؤية، وده بسبب ان المشروعات الصغيرة يعني ادوارها بتتقطع مع جهات كتيرة جدا. يعني عندك الصندوق الاجتماعي له جزء، كل وزارة لها جزء، وبالتالي ما عندكش رؤية، ما فيش مايسترو زي ما بنقول بلغة، هو اللي كل العازفين بيوجههم لوجهة معينة المفروض تكون تجاه المستفيدين من المشروعات الصغيرة اللي بتتكلم عليهم، اللي هم أصحاب المشروعات الصغيرة اللي لازم يلعبوا دور مهم. ناقشت الندوة بعض تحديات الشباب سواء من ناحية التمويل وتقديم الحلول المتاحة لهم، كما استهدفت الندوة إعداد استراتيجية تساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية. المشروعات الصغيرة هي أساس التنمية، والعالم كله اللي تقدم زي الصين وأندونيسيا وماليزيا اعتمد اعتماد كلي وجزئي على المشروعات الصغيرة، ودي المشروعات الصغيرة مفروض ان هي بتوفر فرص كتيرة للشباب الصغير وبتلغي الاستيراد الرهيب اللي بيجي من الخارج، فبتوفر عملة صعبة. خرجت الندوة بحزمة توصيات لكنها مرهونة بحزمة إجراءات حكومية غير تقليدية وعاجلة، فهل تتحرك الحكومة لاستيعاب أحلام الشباب وترى مشروعاتهم النور ويتحول الحلم إلى حقيقة؟ محمد نشأد، أون لايف. أقامت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني في مصر حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة البريطانية، وذلك بهدف رفع مستوى التعليم المقدم بالشباب المصري من أجل خلق فرص أكثر تمكنهم من التقدم في أسواق العمل العالمية. وتم تكريم عشرات الطلاب المتفوقين على مستوى مصر وإفريقيا. بهدف تقدم التعليم لدى الشباب المصري ولخلق فرص أكثر تمكنهم من التقدم في أسواق العمل العالمية، أقامت السفارة البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني في مصر حفل تكريمي بمنح شهادة الطالب الأكثر تفوقا، وذلك للطلاب المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة البريطانية. الخبر النهاردة مش السفير، مش السياسة، الخبر النهاردة هو جيل جديد من المصريين المتميزين اللي حصلوا أفضل نتائج في الامتحانات بريطانيا، امتحانات بيرسون، مش بس في مصر، مش بس في أفريقيا، ولكن أفضل نتائج في العالم كله. كرم في الحفل 57 طالبا وطالبة من الشباب المصري، وتم توزيع 67 شهادة للطلاب الفائزين على ملايين الطلاب في جميع أنحاء العالم، ومنها شهادة الأول على مستوى مصر وأفريقيا. أنا ليا الشرف إن أنا ابني هو رقم واحد على مستوى العالم في النظام الإنجليزي. طبعا النظام الانجليزي معروف ان هو شديد الصرامة وبيحط التلميذ في سيستم معين، سواء كان في المذاكرة، سواء كان في أدائه للواجبات المنزلية بتاعته. الواحد طبعا يعني بيضطر يضحي بشوية حاجات علشان يعني يجيب الأهداف بتاعته، وده اللي اتعلمته من الموضوع. يعني انا حصلت على اعلى في العالم في فرنساوي والماث، وبرضو أعلى في أفريقيا في حاجة اسمها Pretty Pure Math وفيزيكس. لتكون خطوة لمسيرة تعليمية ناجحة تنهض بالتعليم المصري وكذلك بالمناهج المصرية، تخرجت اليوم الدفعة التي وصفت بالدفعة الأكثر تفوقا باحتفالية أقامتها السفارة البريطانية بالقاهرة، آمنين بأن مستقبل مصر الواعد يكمن في القدرات العقلية للشباب المصري الطموح والموهوب. دينا حوايدق، أون لايف. أما مشاهدينا الكرام، الآن تذكرة بأهم العناوين. السيسي وعبد الله يؤكدان أن حل الدولتين من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها. ميسي يطلق حملة لترويج للسياحة العلاجية في مصر. القوات العراقية على مشارف مطار الموصل تمهيدا لاتخاذه قاعدة عمليات ضد داعش.
إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، انتظرونا على رأس الساعة.